صحيفة الانتباه تصعيد خطير إغلاق الميناء وطريق العقبة. صحيفة الصيحة وزير الداخلية يوجه منسوبيه بتجفيف بؤر الجريمة. أما من صحيفة اليوم التالي اجتماع للحرية والتغيير لمناقشة تأخير تعيين رئيس القضاء. وأيضا من اليوم التالي السودان يطالب أمريكا بتنظيم حفل التطبيع مع إسرائيل. صحيفة الحداثة وزارة الصناعة بالخرطوم تنفي وجود اتجاه لزيادة أسعار الخبز. أما من الوطن فنقرأ الأمم المتحدة تحذر شركاء الفترة الانتقالية من البطء في تنفيذ اتفاق سلام جوبا. من صحيفة السوداني 2.1 مليار دولار هو حجم مشتريات البنوك من النقد الأجنبي في 7 أشهر. وأيضا من صحيفة السوداني الإرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة ب5 ولايات. من صحيفة التيار 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية الشمالية. أهلا وسهلا بكم، كانت هذه العناوين وندخل للقراءة التحليلية بمعية ضيفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ عبد الرحمن الأمين. أهلا وسهلا. أهلا، أحييك وأحيي السادة المتابعين على امتداد مساحة البث، أسعد أن أكون اليوم في ضيافتكم. أهلا وسهلا. نبدأ طبعا بالموضوع الأكثر سخونة على الساحة وهو إغلاق عدة طرق في الشرق، وذلك عقب تصعيد خطير إغلاق الميناء وطريق العقبة حسب صحيفة الانتباه، حيث أغلق أنصار رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة بشرق السودان محمد الأمين ترك الميناء الجنوبي والطريق القومي في أكثر من 5 نقاط. وشمل إغلاق الطريق القومي 3 نقاط بولاية البحر الأحمر، منها محطة العقبة المؤدية لموانئ البلاد في بورسودان وسواكن على البحر الأحمر، ومحطة أوسيف على الطريق القاري مع مصر. كما شمل الإغلاق منطقتين في ولاية كسلة و3 مناطق في ولاية القضارف. إغلاق الطريق القومي ابتداء من العقبة وحتى ولاية القضارف، هذه هي نقاط 5 ارتكز عليها المحتجون وفق مطالب. هذه المرة سقف المطالب يبدو مرتفعا جدا، ما هو المتوقع في ظل هذا التصعيد الكبير، وما هو المطلوب من قبل الجهات الأمنية لتتصرف بحكمة؟ طبعا لو كان لي أن أقول، ربما الآن الذي يجري في الشرق وأزمته وهذا الذي انتهينا إليه من تصعيد، ربما كان هو من صنع حكومتنا، من صنع أيديها ومن أخطائها القاتلة. الذين ذهبوا بمسار الشرق إلى جوبا هم الذين ارتكبوا هذا الخطأ القاتل والفادح. جوبا لم يكن مطلوبا منها أصلا. ترك في خطاب الذي وجهه قبل 2 أو 3 أيام قال أن المعالجات غير العادلة لن توفر حلا لأزمات السودان. وحين يتحدث عن المعالجات غير العادلة كان يتحدث عن قسمة حدثت للسلطة وقسمة حدثت للثروة في منبر جوبا، ومنبر جوبا لم يكن مطلوبا منه ذلك. منبر جوبا كان مطلوبا منه أن تضع الحرب أوزارها، ومنبر جوبا كان مطلوبا منه أن توقع اتفاقية للسلام ثم تحال القضايا الرئيسة والأساسية إلى مؤتمر دستوري في نهاية فترة انتقالية، من ضمنها قسمة السلطة، من ضمنها قسمة الثروة، من ضمنها نظام الحكم، من ضمنها علاقة الدين بالدولة، من ضمنها كل هذه كان ينبغي أن تحال إلى المؤتمر الدستوري. مؤتمر جوبا الذي دخل على أمهات القضايا بدلا من أن يوفر معالجات خلق أزمات وخلق مشكلات. أنت تعلمين ربما الراحل محمد إبراهيم نقود كان ذلك بعيد الفترة الانتقالية في العام 87 كان يحدثنا كصحفيين ويقول إن أوضح قضية للتهميش وللظلم والعدم التوازن التنموي إنما هي قضية شرق السودان. وللأسف المتفاوضون في جوبا تجاوزوا هذه الأزمة وذهبوا بمفاوضين غير مفاوضين إلى منبر جوبا للتحدث باسم الشرق. وعندما سئل المفاوض الجنوبي ما الذي جعلكم تذهبون بالشرق وبمساره إلى جوبا وبالوسط ومساره إلى جوبا وبالشمال ومساره إلى جوبا وهؤلاء لم يرفعوا السلاح أصلا، قال نحن لم نطلب أن تكون هذه المسارات موجودة في المنبر. لكن الجبهة الثورية هي التي طلبت. وتسألين لماذا طلبت الجبهة الثورية صحيح أن تكون هذه المسارة ضمن منبر جوبا؟ لماذا؟ الجبهة الثورية كانت عينها على الكيكة حين يوقع اتفاق السلام، ولم ترد لهؤلاء أن يكونوا أن يقتسموا معها الكيكة في نصيبها في توقيع الاتفاق، وأرادوا لهم اتفاقا منفصلا
لعلهم يدخلون عبره وينالون من الكيكة بعض نصيب. لأجل أن ينال هؤلاء بعض نصيب من الكيكة خلقت هذه الأزمة في الشرق وفي الشمال وفي الوسط. الآن تم الإغلاق، نعم، إغلاق طريق الشرق وإغلاق الميناء الجنوبي، واليوم سيتم إغلاق ميناء سواكن، وسيتلوه تصعيد بإغلاق المطار بورسودان، وبإغلاق تصدير البترول عبر ميناء بورسودان، وبإغلاق شركات التعدين. هذا خنق للسودان اقتصاديا، وإلى الآن تلك وما معه في 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 نظارة البيجا وفي تنسيقية شرق السودان وفي عمودياتها المستقلة، قالوا إلى الآن لم يتصل بنا أحد ليتفاوض معنا حول الحل. الآن مطلبهم الأساسي والرئيسي إلقاء اتفاق مسار الشرق في منبر جوبا. نعم. طيب إغلاق أو إغلاق الطرق لإلغاء المسار هو واحد من المطالب، عندهم مطالب أخرى تتعلق بلجنة إزالة التمكين، وأخرى تتعلق بالحكومة الانتقالية. وتباينت المطالب ما بين حتى مطالبة بحل الحكومة نفسها، مقرونا بتصريح للسيد صلاح مناع كتب على صفحته قبل يومين تقريبا، تحدث فيه عن أنه إغلاق الطرق كانت وسيلة احتجاج في وجود الكجر. الآن هذه هي مهمة الجهات الأمنية مع ارتفاع سقف العالية جدا وعدم فرض الأمن وهيبة الأمن بالدرجة الكافية. الحل السياسي يأخذ وقت، حتى ذلك الوقت حضرتك تحدثت عن اختناق اقتصادي يحيق بالسودان بسبب إغلاق طرق تعتبر شرايين للاقتصاد الوطني. الآن ماذا لو اتجه الحل الأمني والعسكري بصورة أوضح وأقوى؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ صدقيني الحل العسكري والأمني سيعقد القضية بأكثر مما هي معقدة. وتركيبة الشرق في أساسها وفي أصلها معقدة، وأنت تعلمين الإشكالات. الآن هناك مواجهات تبدو قبلية واضحة جدا في الشرق، ويبدو واضحا جدا أن هناك مطالبات بالنظر في الخارطة السكانية الموجودة في شرق السودان. والآن هناك تصعيد مبطن، هناك من ينادي، البعض قال أن الذي يمكنه إغلاق الشرق يمكنه أن ينادي بفصل الشرق. نعم. والآن بدأت مطالبات بالحديث عن إقامة دولة البيجا في شرق السودان وبتقرير المصير. ربما الآن تبدو مطالب أن تحل حكومة حمدوك الحالية والاستعادة عنها بحكومة كفاءات، وربما الآن تبدو هذه مطالب متراجعة بالنظر إلى سقف المطالب الآن الذي يسهر على السطح. طبعا الآن هناك الإدارة الأهلية بشرق السودان، المجلس الأعلى للإدارة الأهلية، وهناك نظارة البشاريين، كلهم قالوا أنهم ليسوا جزءا من الذي يجري وطالبوا بحسم. طبعا الحسم الآن اتجاهه واحد. لو سألتيني عن الحل السياسي، الآن هناك كلمة واحدة لو قيلت سيتم رفع هذا الإغلاق وسيتم وقف هذا التصعيد. في آخر الأمر عندما رفضوا مسار الشرق الذي تم إقراره في جوبا، طالبوا بإقامة منبر لسلام الشرق على قرار تلك المنابر التي أقيمت. وكان هناك اجتماع، آخر اجتماع في المجلس الأعلى للسلام برئاسة السيد البرهان، رفض إقامة منبر لسلام الشرق. منذ ذلك التاريخ بدأهم بتصعيد. تسأليني الآن من البعد السياسي الذي يجري في الشرق، طبعا أيما قضية حينما تصعد لا تخلو من الأجندات السياسية. صحيح. أصحاب الأجندات السياسية يدخلون عليها. نعم. وربما الآن هناك مستفيدون من توتير الأوضاع في شرق السودان ومن رفع سقف التوتر الأمني. ربما الآن هناك البعض من يريد أن تمضي القضية إلى نهاياتها وإلى أشد توتراتها، بحيث أن يتم خنق السودان اقتصاديا، بحيث تعم الفوضى، بحيث يكون المطلب الأوضح من بعد ذلك أن الأمور وصلت مرحلة ليس باليسر غير أن يتدخل الجيش ليتولى تسيير الأمور في البلاد. نعم. وفي هذه المساحة أنت تشير إلى الإسلامويين تحديدا بأنهم هم المستفيدون الأوائل من تأجيج الصراع في الشرق. كل من هو ضد الثورة أو الذي حدث التغيير الذي حدث في 11 أبريل، وكل من هو ضد المدنية بوجهها الحالي، كل هؤلاء مستفيدين من الذي يجري الآن في شرق السودان. نعم.
من صحيفة الصحة أيضا وليس ببعيد عن أحداث العنف التي تجري حاليا في السودان، وزير الداخلية يوجه منسوبيه بتجفيف بؤر الجريمة. في تفاصيل هذا الخبر، أكد وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوق عز الدين الشيخ أن الإنجازات المتلاحقة التي ظلت تحققها الشرطة ليست وليدة اللحظة أو مرتبطة بحدث طارئ فقط، وإنما تمثل إنجازات بوذلت فيها جهود كبيرة وعمل مكثف لبسط الأمن وتحقيق طمأنينة المواطنين عبر انتشارها الواسع. ودعا منسوبي الشرطة إلى التركيز على العمل المنعي وتجفيف بؤر الجريمة ومنعها في طور الإعداد لها، بل التطلع لمرحلة متقدمة في معرفة تفكير معتدي الإجرام في مراحل لاحقة. هذه التوجيهات التي بعث بها سيد وزير الداخلية هو شأن طبيعي لإدارة مكافحة الجريمة في أي مكان في العالم، هو التفكير الاستباقي لطريقة التفكير الإجرامي لمنع الجريمة قبل حدوثها. الآن واضح بأن هناك انتشار لجريمة بدرجة واسعة من قتل وسرقة واعتداء بمناطق مختلفة حتى في العاصمة، يعني ناهيك عن الولايات. سؤالي عن هذا الأمر بالربط السياسي في مصر قبل أن يحدث الانقلاب أو تسلم مقاليد الحكم من قبل الجيش، كان هناك تفلتات أمنية كبيرة جدا، بعض المحللون لاحقا وضعوها ضمن التغيير المرسوم لتدخل أو لتسويغ دخول الجيش لاستلام السلطة. هل نستطيع تطبيق السيناريو المصري على السودان؟ صدقيني حالة الانفلات الأمن الآن الموجودة ليس في باقي السودان حسب، إنما في العاصمة حتى، وحالة السيولة الأمنية هذه وحالة الترويع المستمر هذه ربما تشير إلى أن هناك من يصنع هذه الأحداث، وأن هناك من مصلحته أن يستمر الوضع الأمني في حالة ترديه هذا. المكون العسكري يكون مسؤولا جدا، لأن كما تعلمين أن المكون العسكري في مجلس السيادة حينما تم تكوين الحكومة في سبتمبر من العام 19 كان يحدث الناس ويقول أن المسؤولية الأمنية هي مسؤوليته، ولأجل ذلك ينبغي أن يكون هو المستشار في تعيين وزير الدفاع ووزير الداخلية. نعم. وإليه عهد بهذا الأمر. صحيح. ومن ثم فهو بالدرجة الأولى مسؤول من الوضع الأمني هذا. هذه واحدة. عصابات النقرز الآن التي تنتشر بشكل مكثف منذ العهد البائد كان واضحا أن هناك من يعمل على نشرها في توقيت معين ثم يعمل على سحبها في توقيت معين. صحيح. كان هذا واضحا ومفهوما للناس جميعا. الأمر الثالث كذلك ربما الآن الذي وسع من رقعة الوضع الأمني المتردي هذا القرار غير المدروس والخاطئ جدا الذي اتخذته عضو مجلس السيادة المستقيلة السيدة عائشة موسى حين أمرت بإطلاق عدد من النزلاء السجون جملة من غير دراسة لحالاتهم، بل إن من بين الذين تم إطلاق سراحهم من هم مسجونين بتهمة اغتصاب الأطفال. إلى هذه الدرجة تم إطلاق سراح عدد كبير جدا من النزلاء. الآن الجرائم التي ترينها مثلا الجريمة بتاعة الابن مازن الطالب الجامعي الذي تم قتله في بحري سائق الركشة، كان واضح جدا أن الأمر لم يكن بقصد السرقة فحسب، وإنما كان فيها فعلا متعمدا وإجراما متعديا مما يدل على أن هذا الترويج. هناك رسالة ما مقصود بها المجتمع. المجتمع. والآن هناك نشر واسع لعصابات النقرس في كل أنحاء العاصمة، ومن ثم في إن هذا الترويع الأمني أنا كذلك أحسبه واحدا من الأسباب التي تريد أن تقول أن الوضع الاقتصادي بات مترديا بدرجة، أن حالة الفوضى بلغت أن تم إغلاق الطرق الرئيسة، أن الوضع الأمني لم يعد حتى المواطن في العاصمة يأمن على نفسه وعلى أسرته وعلى بيته، ومن ثم فإن هذه الأوضاع كلها تشي وتشير وتؤكد أن المدنيين قد فشلوا في حكم البلاد، وأن ثمة ما يجب التدخل لأجل إنهاء هذه الحقبة المدنية. لكن بالمقابل يعني دعني أضع بعض النقاط التي ربما تكون مثار نقاش، بأن المدنيين يتعاملون وفقا للقانون ووفقا لمطالب الديمقراطية العادية. المؤشرات التي تحدثت عنها هي من نسج سياسيين لا يتعاملون بهذه النزاهة بالحديث عن أطر الديمقراطية وموجهات السياسة النظيفة، وبالتالي إذا ما أراد المدنيون أن يتعاملوا مع هكذا أحداث
إذا لابد أن ينزلوا إلى ذاك المستوى أو أن يسوءوا إلى ذاك المستوى الذي يجعلهم يتصرفون بخبث ليستطيعوا التعامل مع هكذا أحداث، أو ما هو المطلوب؟ أصدقيني للأسف أحزابنا مثل آل البربون في فرنسا الذين لم ينسوا شيئا ولم يتعلموا شيئا من تجارب حقبة ثلاثة. نحن طبعا أنجزنا أكتوبر 64 وأنجزنا أبريل 85 وأنجزنا ديسمبر من العام 2019 وأهلنا بقول الثالثة واقعة ليس بالإنجاز ثورة الرابعة. ومن ثم مثل ما قال الأخ ياسر عرمان ينبغي أن يكون ديسمبر آخر شهر تعلو به حناجرنا وننادي به ثورات لنا، لأن ديسمبر هذا يمثل لنا الملاذ الأخير. الآن أحزابنا وحمدوك كان في مبادرته التي دعا فيها أن نؤس الأزمة السياسية حل في انقسام الحاد التي ضربت تحالف الحرية والتغيير، وكان مطلوبا منهم أن يتوحدوا في مواجهة أي مجموعات تريد أن تزيل حكمهم المدني. للأسف آخر إعلان سياسي تم توقيعه كان طرف فيه حزب الأمة وطرف فيه بعض مكونات الجبهة الثورية بالإضافة إلى المجلس المركزي الحزب البعث بقيادة الرئي حسن هوري وحزب المؤتمر السعودي بقيادة عمر الدقيل. غاب عن ذلك الحزب الشيعي وكل غالب مكونات اليسار، غابت حركة مناوي وغابت حركة جبريل. ومن ثم استغرب كثير كيف لحمدوك أن يشارك في هكذا محفل، لأن هذا المحفل شيع مبادرة حمدوك إلى مسواها الأخير، لأنه كتب الحرية والتغيير. وعليه على المواطنين أن يحموا أنفسهم حتى تتضح ملامح طبعا خطورة السياسة. الذي يحدث الآن حالة الترويع الأمني الواسعة هذه أنها تدفع الناس إلى أن يحموا أنفسهم بأنفسهم. صحيح. وفي هذه الحالة معنى ذلك أن يحمل الناس القانون بأيديهم. صحيح، وهذا منعطف خطير. نعم. صحيفة الوطن فيها تحذير من الأمم المتحدة، هذه المرة تحذير من الأمم المتحدة للحكومة لتنفيذ اتفاق سلام جوبا، وذلك لضمان عدم حدوث المزيد من الاعتراضات من قبل الأطراف الموقعة على الاتفاق، وذلك بسبب بطء اتفاق السلام. هذا التحذير من الأمم المتحدة هل له أثر في تسريع استكمال بنود اتفاق سلام جوبا، خصوصا مع مطالب كما ناقشنا في الخبر الأول بإلغاء مسار الشرق كجزء من اتفاقية جوبا؟ طبعا تقرير السيد فولكر رئيس البعثة الأممية المتكاملة في السودان يونيتامز كان تقريرا مخيبا للآمال لدرجة أنه قال أن الأوضاع الآن في دارفور باتت من الهشاشة بأضعاف 6 مرات عما كانت عليه في السابق. نعم. وتحدث عن أن 418 ألف نزحوا في الآونة الأخيرة بسبب أحداث عنف أمني، وقال أن حياة العاملين والمدنيين في دارفور ما تزال مهددة، وطالب بقوة إضافية لبعثة يونيتامز حتى تتمكن من مراقبة وقف إطلاق النار في دارفور. وهي كلها مؤشرات سالبة. كلها مؤشرات، وتحدث عن أن الحكومة لم تستطع أن تنجز الترتيبات الأمنية، لم تستطع أن توجز مؤشرات الحوكمة فيما يتعلق بمحاربة الفساد، فيما يتعلق بالعدالة. لكن هذه المطالبة هل يمكن أن تسرع وتيرة الحكومة في التعامل مع هذا الأمر؟ طبعا أنا الذي بدأ لي غريبا أن مجلس الأمن والدفاع برئاسة السيد البرهان اجتمع وقال نرفض الوصاية الدولية على السودان. هذا هو المجتمع الدولي الذي قلتم أنه عادكم إلى حضنه، هذا هو المجتمع الدولي الذي قلتم أنه رفع عنكم الحصار ورفع عنكم اسمكم من قائمة الإرهاب، هذا هو المجتمع الدولي الذي عفى عنكم الديون. الآن عندما يتحدث عن أن الوضع الأمني في دارفور ما يزال خطيرا ومغلقا، تتحدثون عن أنكم ترفضون الوصاية على السودان وعلى قضاياه؟ نعم. من صحيفة الوطن، الخرطوم تكمل الترتيبات النهائية لبدء الدراسة. الآن بعد الحديث عن تأجيل، وهناك فعليا تأجيل في بعض الولايات، هل تعتقد بأنه الأجواء الاقتصادية أولا، الصحية ثانيا، مواتية لبداية عام جديد محفوف بمخاطر كانت هي موجودة من العام السابق؟ طبعا الحد الأدنى لبدء العام الدراسي طبعا غير متوفر، ومع ذلك ليس هناك بد مما ليس منه بد، فالبد لابد أن تفتح المدارس يعني، لأنه تطاول أمد إغلاقها،
وصحيح ستكون هناك مشكلات في الكتاب، تحدثت عنه السيدة الوزيرة المكلفة وقالت المرحلة المتوسطة ستبدأ بكتاب بنسبة 50%، من بعد شهر من فتح المدارس سيكون متوفر باقي الكتاب المدرسي بنسبة 50%، ستكون هناك مشكلات لا أسمع في ذلك الشك، ستكون هناك مشكلة في البيئة المدرسية بعد الخريف، وستكون هناك كثير من المرافق قد انهارت في عديد من المدارس. والمصاعب الجمة والكبرى أن كثير من الأسر الآن تضرب أخماسا في أسداس لأنه لم يعد وسعها اقتصاديا تحمل نفقات المدارس الخاصة. صحيح. وكذلك يصعب عليها أن تعود من جديد إلى المدارس الحكومية. والله كارثية، يعني كارثية. أغلب البيوت الآن ما في بيت سوداني فيه أطفال في عمر الدراسة الآن لا يشتكون من حجم مصاريف. ورغم صعوبة وارتفاع وتكلفة باهظة للرسوم الدراسية، مع ذلك فصلوا بينها وبين الترحيل. تدفع الرسوم هذه الباهظة، ثم عليك أنت أن تتدبر أمر ترحيل أبنائك إلى هذه المدارس. طيب الخلل وين والحل ممكن يكون كيف؟ طبعا الحل مزيد من الوصاية قد لا يكون مقبول لصالح سير العملية التعليمية، لأن المدارس الخاصة ذاتها بتقول أنه يا دوب كده إحنا نقدر على مصروفات التشغيل. طبعا المدارس الخاصة هذه لفترة لزمان طويل لنكون منصفين سدوا ثغرة كانت كبيرة جدا حين فقد الناس الثقة في التعليم الحكومي. الآن الناس يريدون الحكومة أن تعيد الثقة في التعليم الحكومي وأن تحسن من البيئة الدراسية الحكومية. الآن المدارس الحكومية على علاتها كثير من الأسر بسبب التكلفة الباهظة المدرسة عادوا بأبنائهم إلى المدارس الحكومية لأنه ليس بالوسع أن يتابعوا ويسايروا ارتفاع التكاليف الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة. الآن الحكومة عليها طبعا، الخرطوم في, 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 في قرار ربما عجيب قال أننا ما زلنا مع مجانية التعليم. طبعا مجانية التعليم هذه من الشعارات التي ظلت ترفع دوما مثل قميص. والله حتى لو بقت برسوم بسيطة ما هتكفي حتى في ذات القرار الذي تحدث عن الرسوم الدراسية ومنعها في آخر تحدث أن على المجالس التربوية أن تتدبر أمر فرض الرسوم التي تسير ميزانيات المدارس. طبعا تعلمين ما بين المجانية وما بين الـ يعني الارتفاع الكبير لأسعار المدارس الخاصة هناك سوء إدارة في الناحية. طبعا تعلمين أن المدارس الأساس منذ العهد البائد كان قد أوكل أمر إدارتها للمحليات، وتعلمين أن المحليات الآن حالها يغني عن صحيح سؤالها. صحيح. أخيرا من صحيفة السوداني، 2.1 مليار دولار هو حجم المشتريات البنوك للنقد الأجنبي خلال 7 أشهر الماضية، هذا الرقم بالنسبة لحضرتك مرضي؟ أنا أعتبر هذا إنجاز وإنجاز مقدر. وفي ثنايا الخبر لو قرأتي أن هناك زيادة في الصادرات غير البترولية، ولو قرأتي أن هناك زيادات في تحويلات المغتربين، ولو قرأتي أن هناك لا 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 إيداعات للمدخرات، ومن ثم وهناك تزايد في 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 التحصيل. نعم. البنوك من العملة، فإذا ما استمرت السياسة على هذا المنوال وأنت تعلمين ربما الذي صعد بهذا أن الحكومة جففت الاستيراد على نحو كبير. صحيح. من بعد أن ألقت الرسم الجمركي، ومن بعد أن منعت الاستيراد من الودائع الخاصة، ومن بعد أن قصرت الاستيراد فقط على الوقود وعلى الدواء وعلى الدقيق. نعم. ومن ثم لم يعد الدولار متداولا في السوق الموازي. الآن أهل السوق الموازي باتوا يشترون الدولار مساء ليبيعوه إلى البنوك صباحا. صباحا. صحيح. نعم. أستاذ عبد الرحمن الأمين، وصلنا إلى الختام، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أعزائي، هذه هي نهاية الحلقة، وبعد قليل حلقة جديدة من برنامج مساء جديد، وغدا موعد جديد من بعد الطبع. إلى اللقاء.